السلام عليكم، حياكم الله معنا في ملتقى الشباب القطري هنا في صالة علي بن حمد العطيه. مال الريان زي الفل. بص على الريان بقى الجديد ما شاء الله. اه في بعد سؤال ثاني تعطونا جائزه بعدين ولا أكيد؟ اوكي انتم مجدين عشان تطبيق اللدعه؟ خلاص التطبيق باذن الله راح نشوفه بشكل رسمي. لا موجود على الستور. موجود يعني الحين اقدر انزله. اي بالضبط، انا توني بقول لك، انا اهم شيء الحين الواحد بيعرف الفعاليات. صحيح. يعني واحد جي فتره بيتطوع بيشارك مع مراكز شبابيه. شلون الوضع وياكم؟ ما شاء الله شوف تبارك الرحمن زحمه كل العالم عندكم. انا اشوف في يمين ما شاء الله هذه كلها دروع وشهادات، شكلها الانجازات والاشياء كل شيء كشخه. الله يسلمك. ماشي شادين حيلنا، تعرف لما شباب بعد حلوه الواحد يتواجد فيها. يلا يعطيك العافيه. مثل ما شايفين يعني المركز او ملتقى الشباب القطري فيه غير المتواجد المراكز والاجنحه ايضا ورش، نفس ما انتم شايفين خلفنا حاليا في ورشه لمؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ايضا ورش في قاعات خاصه، هذا كله موجود في ملتقى الشباب القطري. خلونا نسمع الوافد. يا وطني ها أنا ذا، وبالفعل شبابنا متواجدين بفعاليات وتواجد المراكز المميزة، وأيضا تواجدكم راح يثري هذا الملتقى الشبابي القطري. حياكم معانا وتفاعلوا مع الفعاليات اللي موجودة.